الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، طلبة مدارس الإيمان الخاصة بالمنصورة، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة لمادة الرياضيات في الجبر. ركزوا معايا كده، أكمل ما يلي: النقطة الزوج المرتب سالب 3 و4 تقع في الربع، المسقط الأول عدد سالب والمسقط الثاني عدد موجب، نركز كده مع بعض، يكون الربع الثاني. الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى الانحراف المعياري. إذا كان 3 ألف بتساوي 4 باء، فإن ألف إلى باء بتساوي 4 إلى 3. إذا كان نون سين بيساوي 2، نون صاد 2 بتساوي 9، فإن نون سين ضرب صاد يساوي كام؟ نون سين ب2 يعني عدد عناصرها بيساوي 2، نون صاد 2 بتساوي 9، أقدر أجيب نون صاد جذر التربيع للتسعة يكون 3. نون سين ضرب صاد حاصل ضرب نون سين في نون صاد، يبقى 2 × 3 الإجابة 6. المدى للقيم 7 و3 و6 و9 و5 يساوي إيه؟ طبعا عارفين إن المدى أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر عدد موجود عندك 9، أصغر عدد 3، يبقى الناتج 6. أطرحهم من بعض، 9 ناقص 3 6. إذا كان صاد تتغير طردي مع سين، وكانت صاد بتساوي 2 عندما سين بتساوي 8، فإن صاد بتساوي 3 عندما سين بتساوي كام؟ تغير الطردي يبقى صاد 1 على صاد 2 بتساوي سين 1 على سين 2، يعني 2 على صاد بتساوي 8 على 3، ويبقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، فيكون الناتج 12. يبقى صاد تتغير طردي مع سين، صاد 1 ب2، سين 1 ب8، صاد 2 ب3، طب سين تكون بكام؟ قلنا صاد 1 على صاد 2 بتساوي سين 1 على سين 2، يبقى 2 على 3 بتساوي 8 على سين. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، طريقة المقاس بتاعت 6 ابتدائي، فيبقى 3 × 8 = 24 على الاثنين يكون الناتج 12. نركز كده في السؤال الثاني: إذا كانت سين عبارة عن المجموعة 2 و3 و5، صاد بتساوي المجموعة 5 و7 و8 و9، وكانت عين علاقة معرفة من سين إلى صاد، حيث ألف عين باء تعني أن ألف عامل من عوامل الباء، لكل ألف ينتمي للمجموعة سين وكل باء تنتمي للمجموعة صاد. اكتب بيان العين ومثلها بمخطط سهمي وبين أن عين دالة وأوجد مدها. الحل عندنا العين، بيان العين اللي عندي هيبقى المجموعة الزوج المرتب. عاوز إيه؟ ألف هاخد عنصر من السين، والباء هيكون عنصر من الصاد. 2 تكون عامل من عوامل مين؟ عامل من عوامل الأعداد الزوجية. فين الأعداد الزوجية اللي موجودة في صاد؟ 8. يبقى الزوج المرتب 2 و8. هل في أعداد في صاد تقبل القسمة على الاثنين؟ مفيش غير 8، يبقى الزوج المرتب 2 و8. بالنسبة للتلاتة، عامل من عوامل مين في الصاد؟ أو إيه الأعداد اللي موجودة في الصاد تقبل القسمة على التلاتة؟ يبقى 9، فيبقى الزوج المرتب الثاني 3 و9. 5 مع 5، يبقى العدد الوحيد اللي موجود في الصاد ويقبل قسمة على 5 هو 5، فيبقى بيان العين عبارة عن
المجموعة عناصرها أزواج مرتبة، الزوج المرتب 2 و8 و3 و9 و5 و5. تمثيل بمخطط سهمي هنمثل المجموعة س كما بالشكل والمجموعة ص، س يكون موجود فيها العناصر بتاعتها 2 و3 و5 وص فيها العناصر بتاعتها 5 و7 و8 و9. مخطط سهمي أوصل الاثنين بالثمانية وثلاثة بتسعة وخمسة بخمسة. عين دالة، ليه دالة؟ لأن كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد فقط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل عنصر من عناصر السين ارتبط بعنصر واحد فقط من عناصر الصفر. المدى، المدى مجموعة الصور لي عناصر المجموعة س اللي راح لهم أسهم فقط الخمسة والثمانية والتسعة، يبقى المدى عبارة عن المجموعة خمسة وثمانية وتسعة. السؤال الثاني، إذا كانت س ضرب ص بتساوي المجموعة الزوج المرتب واحد وواحد والزوج المرتب واحد وثلاثة والزوج المرتب واحد وخمسة، أوجد ص و ص ضرب س ونون ص 2. ص هي المجموعة للعناصر المساقط الثانية في الأزواج المرتبة لس ضرب ص، يبقى المجموعة 1 و3 و5. ص ضرب س هنضرب المجموعة ص في المجموعة س، يبقى المسقط الأول يكون عنصر من عناصر الصاد والمسقط الثاني يكون عنصر من عناصر السين، أو أبدلهم س ضرب ص، ص ضرب س عكسها أبدل، يبقى المجموعة زوج مرتب 1 و1 و3 و1 و5 و1. نون ص 2 عدد عناصر ص 2، هو نون ص عدد عناصرها كام؟ 3. نون ص 2 يبقى 3 في 3 ب9. مثل بيانيا دالة السين بتساوي 4 ناقص س تربيع متخذا س تنتمي للفترة المغلقة سالب 3 و3، ومن الرسم أوجد إحداثي رأس المنحنى ومعادلة محور التماثل والقيمة العظمى أو الصغرى. هنرسم جدول هنكتب فيه س ودالة السين، السين بنجيبها من الأعداد الصحيحة التي تنتمي للفترة المغلقة سالب 3 و3، يبقى السين هتكون سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 و1 و2 و3. طب دالة السين نعوض، اشيل السين واحط القيمه بتاعتنا، لما السين بتساوي سالب 3 يبقى 4 ناقص سالب 3 تربيع، حل التربيع الاول سالب 3 تربيع ب 9، 4 ناقص 9 يبقى ناتج سالب 5. سين بسالب 2 يبقى اشيل السين واحط سالب 2 واعوض، فيبقى النواتج سالب 2 معاها 0 وسالب 1 دالة السين ليها تكون 3، لما السين بصفر دالة السين تكون 4، لما السين بواحد دالة السين ب3، لو السين ب2 دالة السين بصفر، ولو السين ب3 دالة السين بتساوي سالب 5. ونبدأ نمثلها بيانيا بالشكل ده. نقطة رأس المنحنى هيبقى الزوج المرتب 0 و4. معادلة محور التماثل، دايما س بتساوي عدد، اجيب العدد ده منين؟ من المسقط الاول لنقطه راس المنحنى، يبقى س بتساوي 0. القيمه العظمى للداله هتساوي المسقط الثاني لنقطه راس المنحنى تبقى 4. اوجد العدد الذي اذا اضيف الى حدي النسبه 7 الى 11 فانها تصبح 2 الى 3. الحل، هنفرض أن العدد س مجهول أنا مش عارفه عاوز أحسبه، وهبدأ أضيفه لحدي النسبة 7 إلى 11 فتبقى س زائد 7 على س زائد 11، النسبة تتغير وتصبح إيه؟ 2 إلى 3، أو مكتوب بيساوي 2 على 3. فكرة الحل، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، فالثلاثة هتتضرب في القوس كله س زائد 7 وتتوزع
3 س تبقى 3 س، و 3 في 7 تبقى 21. 2 تضرب في س زائد 11 بدل مجموعه، يبقى نوزع الضرب على الجمع، فيبقى الاثنين تضرب في س فيبقى الاجابه 2 س، و2 تضرب في ال11 يبقى الناتج 22. فكره حل المعادله اللي بالشكل ده، نخلي السينات في طرف ونخلي الاعداد في الطرف الثاني، فيبقى الطرف الايمن يكون عليه 3 س، والاثنين س تيجي هنا باشاره مختلفه، يبقى 3 س ناقص 2 س. العدد اللي موجود في الطرف الايسر على يسار اليساري سيبه زي ما هو 22. ال 21 هي اللي تيجي هنا، نغير اشارتها وتكون سالبه. نحسب 3 س ناقص 2 س يبقى الاجابه س، و22 ناقص 21 يبقى الناتج 1، يبقى العدد بيساوي 1. اذا كان الف وباء وجيم ودال كميات متناسبه، فاثبت ان الف على باء ناقص الف بيساوي جيم على دال ناقص الجيم. هنقول بما ان الف وباء وجيم ودال دول كميات متناسبه، اكون التناسب وافرض ان هو بيساوي ميم، يبقى الف على باء بتساوي جيم على دال بتساوي الميم. بالشكل ده نقدر نعوض عن الالف بباء ميم، البسط يساوي المقام في ميم، البسط الثاني جيم يساوي دال في ميم، الطرف الايمن على يمين يساوي عندي اللي هو الف على باء ناقص الف، اشيل الالف واحط باء ميم واشيل الباء، هتفضل زي ما هي، يبقى الالف دي اشيلها واحط باء ميم في البسط، وباء ميم مكان الالف في المقام. البسط هسيبه زي ما هو باء ميم، المقام هاخد الميم عامل مشترك موجودة في كل حد من حدود المقام، أخذ الباء عامل مشترك، أقسم باء على باء يبقى الناتج 1، سالب باء ميم على الباء يبقى سالب ميم. أختصر الباء مع الباء يبقى التبسيط ميم على 1 ناقص الميم. الطرف الأيسر جيم على دال ناقص جيم اللي أنا هعوض بيه قيمة الجيم، الجيم بدال ميم أشيلها هنا وأحطها، يبقى هنا دال ميم وهنا دال ميم، اخد برضو دال عامل مشترك، يبقى هنا 1 ناقص ميم، الدال تختصر مع الدال ويبقى تبسيطها ميم على 1 ناقص ميم، بنلاحظ ان الطرفان متساويان. اذا كانت باء وسطا متناسبا بين الالف والجيم، اثبت ان الف ناقص باء على الف ناقص جيم بيساوي باء على باء زائد جيم. باء وسطا متناسبا بين الالف والجيم، اقدر اكون التناسب المتسلسل. ما بقولش وسطا متناسبا الا اذا كان الالف والباء والجيم في تناسب متسلسل، ويبقى باء وسط متناسب بين الالف والجيم، اذا الف على باء تالي النسبه الاولى هو مقدم النسبه الثانيه، يبقى الف على باء بيساوي باء على جيم بيساوي ميم. نبتدي بآخر بسط، الباء تساوي جيم ميم، هبعد خطوة واحدة بروح للكسر التاني، ألف يبقى جيم ميم تربيع، يبقى نشيل الباء ونعوض عنها بجيم ميم، وأشيل الألف وأعوض عنها بجيم ميم تربيع. نمسك الطرف الأيمن، ألف أشيلها وأحط بدلها جيم ميم تربيع، باء أشيلها وأحط بدلها جيم ميم، ألف في المقام تبقى جيم ميم تربيع، جيم اسيبها زي ما هي. اخد عيد ميم الف للمقدار جيم ميم تربيع ناقص جيم ميم، فاخد جيم ميم عامل مشترك، الجيم موجوده في الحد الاول والحد الثاني اخدها. طب لما يكون الحرف متكرر بس القوه مختلفه، هنا ميم اس 2 وهنا ميم اس 1، اختار اقل قوه يبقى ميم بس. أقسم جيم ميم تربيع على جيم ميم يبقى الناتج ميم، سالب جيم ميم على جيم ميم يبقى سالب 1. هنا آخد الجيم عامل مشترك، جيم ميم تربيع على جيم يبقى الناتج ميم تربيع ناقص جيم على جيم يبقى هنا سالب 1. الجيم ده هختصره مع الجيم يبقى ميم مضروبة في ميم ناقص 1. هنا بعمل تحليل فرق بين مربعين، ميم تربيع ناقص 1
تساوي ميم ناقص واحد في ميم زائد واحد. هختصر ميم ناقص واحد هنا وهنا، يبقى تبسيط الطرف الأيمن ميم في البسط على ميم زائد الواحد. نشتغل على الطرف الأيسر، في البسط باء والمقام باء زائد الجيم، أشيل الباء وأحط جيم ميم هنا وهنا، هنا برضو أشيل الباء وأحط جيم ميم، هنسيب البسط زي ما هو جيم ميم، المقام أخد الجيم عامل مشترك، جيم ميم على جيم يبقى الناتج هنا ميم، وجيم على جيم يبقى الناتج بواحد، أختصر الجيم مع الجيم يبقى تبسيط الطرف الأيسر ميم على ميم زائد واحد، وبكده يبقى الطرفان متساويين. إذا كان سين على ثلاثة بتساوي صاد على أربعة بتساوي عين على خمسة، فأثبت أن اتنين صاد ناقص عين على ثلاثة سين ناقص اتنين صاد زائد العين بتساوي نص. هنفرض ان كل النسب دي بتساوي ميم، وبالتالي يبقى سين هتساوي 3 ميم، الصاد هتساوي 4 ميم، العين هتساوي 5 ميم. الطرف الايمن 2 في صاد ناقص عين، اشيل الصاد واحط 4 ميم، العين اشيلها واحط قيمتها 5 ميم، يبقى البسط 2 في 4 ميم ناقص 5 ميم. في المقام 3 سين، السين ب 3 ميم، يبقى 3 في 3 ميم ناقص 2 صاد، أشيل الصاد وأحط قيمتها 4 ميم، يبقى 2 في 4 ميم زائد عين، العين عندي ب 5 ميم، يبقى زائد 5 ميم. نبسط 2 في 4 ميم يبقى الإجابة 8 ميم ناقص 5 ميم زي ما هي، 3 في 3 ميم يبقى هنا 9 ميم، سالب 2 في 4 ميم يبقى سالب 8 ميم، 5 ميم زي ما هي، 8 ميم ناقص 5 ميم حدود جبرية متشابهة أقدر أطرحهم فيبقى الناتج 3 ميم، 9 ميم ناقص 8 ميم زائد 5 ميم، 9 ناقص 8 1 زائد الخمسة يبقى 6 ميم، الميم تتصل مع الميم ويبقى الناتج 3 على 6 وتبسيطها يبقى نص، وهو فعلا عاوز يثبت كده. أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى 7 و9 و12 و15 فإنها تكون متناسبة. نفرض أن العدد س، أبدأ أضيفه لكل حدود الكميات المتناسبة، فيبقى س زائد 7 على س زائد 9 بيساوي س زائد 12 على س زائد 15، وأحلها بفكرة حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، أضرب س زائد 7 في س زائد 15 في الطرف الأيمن، وأضرب س زائد 9 في س زائد 12 في الطرف الأيسر. س في س يبقى هنا س تربيع، 7 في 15 يبقى هنا 105، حاصل ضرب الوسطين 7 س، حاصل ضرب الطرفين 15 س، أجمعهم يدين الحد الأوسط 22 س. الضرب مجرد النظر لس زائد 9 في س زائد 12، نراجع عليها تاني، نضرب الأول في الأول يبقى س في س، الإجابة تكون س تربيع، أخير في أخير يبقى 9 في 12 يبقى 108، الحد الأوسط أجيبه إزاي؟ حاصل ضرب الوسطين 9 س، حاصل ضرب الطرفين 12 س، أجمع يبقى 21 س. المعادلة نفس كفتي الميزان بالظبط، هنا في الطرف الأيمن س تربيع وهنا في الطرف الأيسر س تربيع بنفس إشارتها، فممكن أشيلها من هنا وأشيلها من هنا ويظل التساوي كما هو. بقت 22 س زائد 105 ده الطرف الأيمن بيساوي 21 س زائد 108 ده الطرف الأيسر. هنخلي السينات كلها في طرف ونخلي الأعداد في الطرف الثاني، فتكون 22 س، 21 س هنقلها للطرف الأيمن يبقى أغير إشارتها، 105 موجودة في الأيمن هنقلها في الأيسر يبقى هغير إشارتها، 2 س ناقص 21 س يبقى الإجابة س، 108 ناقص 105 يبقى الناتج 3، إذن العدد 3.
إذا كانت صاد تتغير عكسي مع سين وكانت صاد بتساوي 3 عندما سين بيساوي 2 أوجد العلاقة بين سين وصاد. ثاني حاجة قيمة صاد عندما سين بتساوي 1.5. التغير العكسي، صاد تتغير عكسيا مع وايه سين، إذا صاد هتساوي ميم على سين. علامة التغير أشيلها وأحط بدلها يساوي، الواحد أبدله بثابت ميم والسين زي ما هي. يبقى صاد تتغير عكسي مع السين، هنقول صاد بتساوي ميم على سين. قيمة الميم أحسبها إزاي؟ سين في صاد. طب الصاد كانت 3 عندما سين كانت ب2، أشيل الصاد وأحط 3 وأشيل السين وأحط 2، فتكون الميم بتساوي 6 × 2 × 3. العلاقة بين المتغيرين هي نفس العلاقة دي، بس أشيل الثابت وأحط القيمة بتاعته، فيبقى الصاد بيساوي 6 على السين. عندما سين بتساوي 1.5، الصاد بتساوي 6 على 1.5، يبقى الناتج 4. أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للقيم. 6 و5 و4 و7 و9 و11. نحسب الأول سين بار وهو الوسط الحسابي مجموعهم على عددهم، يبقى 6 + 5 + 4 + 7 + 9 + 11 على عددهم. نعد 6 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6، يبقى مجموعهم على عددهم يبقى الناتج 7. يبقى الوسط الحسابي لهم 7. نكون الجدول. سين أكتب القيم المفردات اللي عندي، 6 و5 و4 و7 و9 و11. الخانة اللي هنا سين ناقص سين بار، كل القيم المفردة للسين أطرح منها الوسط الحسابي، فيبقى هنا 6 - 7 = 1، 5 - 7 = 2، 4 - 7 = 3، 7 - 7 = 0، 9 - 7 = 2، 11 - 7 = 4. آخر عمود عندي اللي هو س ناقص س بار لكل تربيع، أبدأ أربع النواتج اللي هنا. -1 تربيع ب1، -2 تربيع ب4، -3 تربيع ب9، 0 تربيع ب0، و2 تربيع ب4، و4 تربيع ب16. مج في الإحصاء اختصار لكلمة المجموع. أجمع كل ده يطلع الناتج 34، ويبقى الانحراف المعياري بيساوي جذر لمج س ناقص س بار تربيع على نون عددهم، يعني 34 على عددهم اللي هو 6، يبقى تقريبا لأقرب رقم 10 1 2 و4 من 10. في النهاية نتمنى لكم النجاح والتوفيق، ومنتظرين أسئلتكم واستفساراتكم، ونلقاكم في مراجعات أخرى إن شاء الله.